دكتور شفيق. أستاذة هند قالت حاجة مهمة جدا، أنه آن الأوان للمجموعة العربية بالكامل أنها توقع ضغط ما ولو من باب التلويح المبدئي. السؤال ليه ما حصلش وإحنا داخلين على الشهر التام من العدوان؟ هناك عجز عربي بصراحة، والمصيبة أن العجز العربي أو يأخذ من مصر شماعة، ولا نريد أن تكون مصر شماعة هذا العجز العربي بصراحة، وليس لأنني أتحدث من على هذا المنبر العربي أولا ثم المصري، وإنما لأن مصر دورها معروف، ومعروف ماذا قدمت لفلسطين وللأمة العربية، وليس خروج عن النص في غزة صرح الجندي المجهول الذي أقيم للجنود المصريين الذين سالت دماءهم على أرض غزة دفاعا عن فلسطين. هذا الصرح الذي دمرته الطائرة الإسرائيلية، والآن اجتثت كل حديقة الجندي المجهول ضمن التدمير الشامل الذي تنتجه هذه الحكومة الفاشية والغازية كما تحدثت الأستاذة هند. نعم، هي لا تعرف غير لغة التدمير، ولذلك هناك الكثير من الأوراق التي ممكن أن تفعل، فضلا عن تحميل مصر أو دفع مصر في إطار المواجهة، وأن كانت هي قادرة بالفعل على هذه المواجهة. ويكفي هنا أن نسجل وأن نقول حتى وإن كانت مصر بمفردها تقاتل، فهي تخشى ويحسب لها ألف حساب. ودعني أذكر ماذا قال أحد جنرالات الاحتلال الصهيوني الأسبوع الفائت، قال: إذا أردنا أن نحارب مصر فستدفننا في التراب. وهذا اعتراف من أحد هؤلاء القادة، وده حقيقي الحمد لله، وهذا حقيقة. وفضلا عن أن أمريكا ذاتها، ما الذي الآن يدفع الولايات المتحدة، إضافة إلى ما ذكر حول الاستحقاق الانتخابي وقضايا الداخلية والملفات الموضوع على المائدة الأمريكية مثل ملف الصين وروسيا وغير ذلك في المنطقة، أيضا هناك قضية مهمة. وفضلا أيضا عن شراء أصوات اليهود والصهاينة في الكونغرس وغير الكونغرس كما تفضلت في البداية، وأيضا فضلا عن عدم قدرة بايدن على الهروب حتى من أصوات الأقليات المسلمة والعربية في هذه القارة الأمريكية التي بدأ يتحول فيها الوعي، وعي الشباب والطلبة الأمريكيين من فيهم حتى اليهود، إلى فعل مناهض لهذه الدولة. لأن نحن مشكلتنا مع الإدارة الأمريكية، وما أود أن أقوله أن أمريكا ذاتها أيضا أحد أسباب مبادرة بايدن هي أيضا خشية مصر، لأن ما قام به نتنياهو من تمدد لهذه الحرب وصولا إلى رفح بهذه الطريقة الوحشية والبشعة، تسوق بايدن لهذه الحرب التي تمس بالأمن العربي وبالعمق العربي الكبير ممثلا في مصر، ما تخشاه بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أن تترك مصر لوحدها ونحن اليوم في هذا في القرن 21 الحروب لم تعد حروب عسكرية، وإلا عدد جيش مصر بمفرده هو بعدد سكان دولة الاحتلال إنجاز التعبير، لكن الأمور لها تقاطعات اقتصادية كبيرة يعرفها العرب جيدا، ويعرف أين يقفون من هذه التقاطعات ومن هذه الورقة التي ممكن أن تفعل في الإطار العربي. على الأقل هناك مشاريع استثمارية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في دول الغرب المنحازة، بعضها المنحازة والتي ما زالت تنحاز إلى الإدارة الأمريكية، من الممكن تفعيل هذه الورقة، فضلا عن ورقة النفط وفضلا عن الكثير من الأوراق التي في يد العرب، من الممكن أن تشكل ظهيرا لمصر ولفلسطين. وبالتأكيد نحن ندرك أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الورقة الفلسطينية، ولا نقول آسف على كلمة الورقة، ولكن نقول لا يمكن أن تتخلى عن الفعل الذي أعلن عنه منذ اللحظة الأولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا أنه ضد التهجير وضد هذه الحرب، وما زال يجول ويصول في بقاع الأرض حشدا لهذا المشروع الذي يجب أن يستنهض في الإطار العربي ويصبح أو يؤسس إلى إعادة إحياء لمسار عملية سياسية ليس لنا فحسب، التي كما كنت تتحدث قبل قليل ربما تكون هذه الهدنة أيضا في صالح الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد، لا أعرف من الذي تحدث، أن ربما يريد أن يتنفس هو أيضا الصعداء، لكن وشعبنا الفلسطيني يريد أن يتنفس الصعداء، لأنه كفى
ما يجري في غزة فضلا عن ما يجري في الضفة الغربية، لأن هذه حرب واسعة ومفتوحة، ومن ضمنها ضرب الكيانية الوطنية الفلسطينية التي يقودها سموتريتش الآن بالمناسبة. ما سموتريتش مش هيسيب الحكومة في الغالب.